السلام عليكم. شكرا كلام طيب اللي تخليه لي دايما الفيديوهات. شكرا كثيرا كثيرا. اليوم درت هذه الحلوى، حلوى نتاع الطفوله، غير انا ما درت لهاش ديك الكولور ديالها، عليها ماشي ناصعه حمراء بزاف، لا اذا درت لها غير السكر وهذا، وبعد التفاح غادي نقول لكم كي درت له. المهم الاول غادي نغسلوه، وبعد نهضروا شويه على هاد الفاكهه هذه، ماشي يعني على الحلوه، الحلوه نتاع الطفوله شكون اللي ما يعرفهاش، هذه كلنا كنعرفوها وكانت لذيذه لذيذه ما شاء الله. وهذيك هي قلت يلا نسترجع الطفوله ديالنا شويه. المهم شنو درت لها الاول، هيا الاول غسلت هذاك التفاح، ملي غسلته صافي عندي هذوك العمايد انا ما نرميهمش، انا غادي نقول لك علاش، يعني نخليهم في شحال بحال هكذا شي حاجه نتاع التفاح ولا شي حاجه، فما نرميهمش نغسلهم ونحطهم. من بعد غادي هذاك البلاطو الصحن اللي غادي ندير فيه ولا بندهنه بالزيت باش ما يلصقش من نديرو فيه ديك الحلوى، والسكر يعني شويه السكر شويه اكثر. واحد الحاجه هنايا بان هذا انا هادي غير باش نوري لكم، لان التصوير كيبرد دغيا، هذاك السكر من حطو على التفاح دغيا كيبرد دغيا دغيا ليها، فعيت باش نصور ولكن صورت غير شويه صافي. والتالي التالي هذيك هي، ومن بعد نغطسو في داك السكر بلا ما يتحرق نقصولو وصافي. المهم غادي نشارك معكم بواحد الوصفه انها كيقولوا بانه مزيان مزيان، لانه عاد لعدم نقص الحديد او لعدم الانيميا، باش ما يكونش الانيميا فولا بد نضيفوا ليه سواء يا الخميره البلديه نعجنوه بها بالخبز او لا بالبن، درت له واحد كاس كبير هكذاك، او لا بياغورت، لان او لا بالخل، لان الا درنا له هكذاك راه كياخذ كل شيء الحديد من الجسم، كيكون واحد الحمض فيتيك سميتو. هذيك هي، فمن الاحسن ولا بد نضيفوا له سواء البن او لا ياغورت او لا الخميره البلديه يتعجن الخبز. المهم درت له شويه زيت الزيتون شويه هذاك، الا نخليكم رابط الوصفه في صندوق الوصف، كله نتاع الخبز هكذا كندير له نتاع الدقيق الكامل، زدت لي غير شويه نتاع العجين وصافي الدقيق البيض. المهم كنت مشيت كان الجو مزيان ولكن تغير الجو، درت هذاك الحطب درته باش ندير في الاخر في هذا في الفرن. الخبز غادي نخلي لكم في رابط في صندوق الوصف، اذا بغيتو نخلي لكم رابط الوصفه، يخرج ما شاء الله تبارك الله خفيف، لان انا ندير العجينه ما يكونش قاسح بالدقيق كامل ولا بد تكون مرخوفه. المهم نخلي لكم انايا في صندوق الوصف اذا بغيتو، نخلي لكم صندوق الوصف يقولي لي الا بغيتي اختي راني غادي الا بغيتي تحطي لي الوصفه نحطها لك في صندوق الوصف وصافي نعطيها لك. هذيك هي. المهم شنو عاود كنت درت هذا، مشيت درت عدلت الحشائش قطعتهم، كانوا كبار كانوا كبروا ولكن ما كانت باش نقطعهم كان ما كانش الوقت وهذا، واليوم قلت والو ندير شويه الوقت ولو انني ما نقدرش نهائيا، فقلت يلا نقطعهم.
هو بعد ما قطعت هذوك الحشائش هو كان يبان ما يبانش كاع هذاك الطريق. ايوا هو بان بعدا الحمد لله والشكر لله. هو هذا كله غادي نعطيه ان شاء الله للدجاج. هاد الشجره قلعتها لان صافي بقاو كان دارت الورد ما شاء الله دارت. غادي نوريه لكم دوكي كان دارت الورد تبارك الله وكلش، ولكن صافي بقى ديك الورق ديالها شويه وصافي بحال ماشي مدبال غير شنو فيه النقط. انا غادي نوريكم كي كانت هاد الشجره كانت ما شاء الله. ها هي هذه هي كي كانت، شوفوا تبارك الله كي كانت. ومن بعد صافي تقلع من هذا داك الورد كله، اذا فقلت صافي نقلعها وصافي. بقى فيها غير شويه الورد غير شويه وصافي الفوق، ولكن صافي مع هذاك الاوراق بقاو بحال بقاو يتبالوا ولاو فيهم نقاط بيضاء. شكرا للمشاهدة، سلام.